تتولى دكتورة غادة والي المدير الجديد لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات مهام منصبها رسميا في 3 فبراير المقبل. وقال مارتن نيسيركي مدير الإعلام والمعلومات في المنظمة الدولية أننا نتوجه بالتهنئة لمصر للفوز بهذا المنصب الدولي الرفيع، متمنيا للدكتورة غادة والي التوفيق في قيادة المنظمة الدولية في فيينا إلى مزيد من التقدم والازدهار. واستعرض نيسيركي خطة مؤتمرات واجتماعات الأمم المتحدة للعام الجاري، مشيرا إلى وجود العديد من الفعاليات في مختلف مكاتب ووكالات الأمم المتحدة. وتولي الأمم المتحدة اهتماما كبيرا لمكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية حقوق الإنسان وتغير المناخ وتعزيز الأمان النووي والتنمية المستدامة، والتي ستكون محور العديد من المؤتمرات هذا العام.